السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ديكور وتدبير منزلي مع أمان. بغيت نوريكم كيفاش حضرت المنزل ديالي ترحيبا بشهر الخير رمضان، شهر رمضان. هنا غنوريكم كيفاش حضرت ركن الشاي في المطبخ وركن القهوة، وخصصت أيضا ركن خاص بالصلاة وجلسة رمضانية نكهة مغربية. قررت أنني نحضر ركن الشاي والقهوة بحيث نوضع جميع مستلزمات تحضير الشاي وأيضا تحضير القهوة في المطبخ. عندي هذا المكان في المطبخ يعني بجانب الخزانات، هذا غنخصه كركن للشاي. إذا خديت هنا العمارة ديال أتاي او ديال الشاي، هاد العلب الفضيه اللي عندي يعني هي قديمه ديال فضه حره. اذا هذه غنوضعها فيها مستلزمات الشاي. اذا العلبه الكبيره وضعت فيها السكر، انا ما لقيتش علب خاصه اللي غتجيني في الوسط، فبالتالي درت يعني كيس بلاستيكي اللي غيحفظ لي السكر وضعته في هاد العلبه الكبيره. العلبة الصغيرة وضعت فيها الشاي أو حبوب الشاي. عندنا هاد الكأس كيتوضع فيه المعالق، إذا هنا غنوضع فيه نسرابت ديال مطروزين اللي كنوضعوهم أصلا حنا ملي كنحضرو الشاي، يعني طويتهم بهاد الطريقة وضعتهم في هاد الكأس. العلبة الخاصة ديال النعناع خليتها فارغة، مازال ما عرفتش شنو غنوضع فيها. جمعت هاد العناصر كاملين وضعتهم في صينية اللي هي دائرية اللي خاصة بهاد الجامع. وضعت فيها المنديل اللي هو ايضا مطروز، وخا انه يعني ماشي دائري مستطيل ولكن وضعته. وخديت هاد الكبيلات، هادو كيديروا اما درهم او جوج دراهم، فكنستعملهم هنا بزاف، كنزين بهم مناشف يعني كنزين بهم بزاف. هنا استعملتهم وزينت بهم هاد المجامع. بالنسبه للمستلزمات اخرى الشاي اللي هي الكؤوس، اذا هنا كؤوس خديتهم من مراكش، يمكن لي اخلي لكم رابط المحل اللي خديتهم منه. اذا هنا فيهم هاد الشكل الفضي، وخديت وعندنا هذا البراد وعلبه صغيره اللي كيدار فيها السكر. وايضا وضعت منديل هنا كمفرش، وخديت السرابت الصغار ديالو وضعتهم هنا في كاس من فخار اسفي اللي الالوان ديالو مناسبه الالوان ديال الطرز ديال هاد السرابت. اذا بعد ما حضرتهم، اذا غنوضع هاد العناصر كلها في دوك المدخلين اللي عندي في المطبخ، باش يكون عندي عفوا ركن الشاي يعني جاهز بجميع مستلزماته. والنتيجة كما كتلاحظوا على الفيديو. بالطبع ضفت يعني صينيات من العرعار اللي خديتهم من الصورة، وايضا بعض البرارد اللي عندي هنا اضافيين. فجميع مستلزمات الشاي ولات عندي في ركن واحد. بالنسبه لركن القهوه غنديرو في مدخل المطبخ. انا المطبخ عندي مفتوح على هذاك الباسيو اللي كنت صاوبت او الفناء تاع المنزل، فبالتالي هذا هو اللي غنديرو ركن القهوة. خديت هاد المسيطرة او ليطاجير اللي هي عندها شكل هكا اسطواني، فيها ثلاثة ديال المسيطرات، هي اللي غادي نوضع فيها لوازم القهوة، لانني ما بغيتش نعلق ما بغيتش نحفر، فبالتالي وضعتها هي. بالطبع باش نحضروا ركن القهوة ولا بد من آلات تحضير القهوة. إذا هنا خديت واحد صينية مستطيلة سوداء ووضعت فوق منها
آلة تحضير القهوة اللي هي أيضا في نفس اللون أسود، لأن عندي أنا لونين الأبيض والأسود في المطبخ. إذا بقى واحد مكان فارغ بجانبي آلة تحضير القهوة، إذا خديت هذا فهو محضر القهوة اللي يدوي، ويمكننا أيضا يعطيني الحليب برغوة. يكفي أنني كان هاد البيستون كنطلعوه وكنزلوه، فبالتالي كيعطي الرغوة في الحليب. خديت هاد العلبة في هاد اللون، وهذه كدير فيها لي كابسول ديال القهوة. أنا درت فيها القهوة بدون كافيين، هي اللي كناخد بزاف، فبالتالي هي اللي درتها بجانب آلة تحضير القهوة. وغنوضع بجانبهم قنينة زجاجية، أو هو عبارة عن يعني كأس زجاجي عنده واحد الغطاء، وغنوضع فيه السكر اللي هو في يعني في دي دوزات أو في نيشات. أنا ما كنديرش السكر، ولكن إلا جا شي واحد بغى السكر فكيلقاه موجود. اخترت هاد الفناجين مزوقة بهاد الشكل، وضعتهم في مسطرة من هذيك ليطاجير اللي خديت. ايضا خديت قنينات زجاجية عندها أغطية، وحدة وضعت فيها القهوة السريعة الذوبان، وحدة خديت وضعت فيها يعني الشوكولاتة، وحدة درت فيها ايضا السكر. إذن هادو غنوضعهم في المسطرة الفوقانية. بالنسبة للمسطرة التحتانية، هنا عندي هاد علبة أو منظم أكياس الشاي، وضعت فيها أكياس شاي مختلفين، وأيضا بالنسبة على النباتات العطرية. وغنوضع هنا هاد العلبة ديال الكاكاو وعلبة ديال البن عادي في الجانب. وغناخد هنا هاد السينيات اللي خديتهم يعني في خلال السفر ديالي، عجبوني فيهم مناظر ديال باريس. غنوضع فوق منهم علبة هاد معدنية اللي كتصلح للحلوى، يعني كتحافظ او الكعك كتحافظ عليه كيبقى مقرمش، فبالتالي غنوضعو تاهو في هاد المسطرة. وهادو هاد المربعات هما علاش كنوضعو الفناجين. أيضا تم خديتهم خلال السفر ديالي، فيهم معالم تاريخية، كاين بالأبيض والأسود وكاين يعني ملونة، عجبوني خديتهم وغنوضعهم في هذا الوقت شيء من الوراء ديال هاديك المسطرة. وهذا هو طريقة تنظيم ركن القهوة، كنتمنى يعجبكم. من المهم يكون عندنا في البيت ركن خاص للصلاة باش نحسوا فيه بخشوع، نقراو فيه القرآن. وهنا نختاروا يعني ركن من أي غرفة، المهم يكون بعيد عن الضوضاء. أول شيء قمت به هو تنظيف سجادات الصلاة وتعطيرها. اذا هنا نخليكم رابط فيديو طريقه تنظيف وتعطير سجاده الصلاه. وخديت واحد مكان في واحد الغرفه صغيره، وضعت عليها هنا درت يعني فرش زربيه باش يعني نقرا قران وفي نفس الوقت نصلي، تكون مريحه. وفي واحد يعني واحد الكوافوز هي صغيرة، وضعت المصاحف سجادات أخرى، وأيضا كتب دينية إذا كان عندي الوقت في الطبع غادي نجلس نقراهم في هاد الغرفة. إذا هذا هو الركن اللي خصصت للصلاة. بما أن الجو ربيعي وأيضا قرب يدخل يعني الصيف، مبقاش لي بزاف، الواحد خصو يحضر في المنزل ديالو او فناء المنزل او في السطح، يمكن يحضر مكان للراحه والاستجمام. لهنا اخترتو يكون بنكهه مغربيه، لان درت فيه حبق كبار ديال يعني زرعت فيهم شي شجرات. وهنا غادي نغطيهم باش
ما ينشفوش، لان كيكون عندنا الريح وايضا كتكون الشمس بزاف، فبالتالي باش يبقاو دائما محافظين على الرطوبه درت هاد الشبكه كما كتلاحظوا. ومن بعد غادي نعاود نغطيها بالعشب الصناعي. هنا كنبقاو غير الشطروفه تاع العشب الصناعي اللي كنت وضعت في الفناء الداخلي ديال المنزل، فهنا غادي ناخذ غير قطع صغيره وغادي نوضعهم بجانب واحده بجانب الاخرى باش كيتغطى هاد المحبق. ومن بعد غادي نزينه. لهنا في مدينه اسفي كيتباعوا لنا دوك يعني مجسمات صغيره من ميناء الطين. هنا المجسم خديت هاد النافوره الصغيره اللي وضعت وسط منها مضخه الماء، راه كتوريتكم كيفاش يمكن لينا نحضروا نافوره بكل سهوله. اذا هنا غنوضعوا فيه الماء، كتلاحظوا بان كنوصلوا ديك المضخه بانبوب مع يعني الطقم موجود في هذه النافوره، وغنملؤوا بالماء وغادي نخدموا باش يولي كنافوره للمياه. وبالطبع غادي نضيف بعض الاحجار، غنضيف بعض الاحجار للزينه كيف ديروا شي هنا، وبعض يعني كي قله صغيره تاع مجسمات صغيره، ومجسم اللي قلعه او قصر البحر. اذا كلهم غنوضعهم في هاد الفاز او في هاد عفوا المحبق باش كيعطي واحد الجماليه. اذا هنا بالطبع ما كانش عندي الوقت بزاف، فبالتالي في فيديو اخر ان شاء الله غنوريكم الطرق لتزيين هاد يعني الاستزار ملي كيكون عندنا كبير بزاف وكنبغيو نزينوه. كاين عده طرق لتزيينه. بالنسبه للاستزار الاخر ما كانش عندي كما قلت لكم الوقت، فبالتالي وضعت فقط واحد الجره عليه يعني من بعد ما درت الشبكه ودرت بعض الحجاره. زينت هاد الفناء بزينة رمضان او مصابيح اللي تعلق في رمضان. هادو كنت وريتهم لكم لايف فيس، كنت خديتهم دولة عربية، فبالتالي كيعطيو واحد الاضاءة والانارة وكي يعني يحسونا باجواء رمضان. عندي هاد الشكل ديال المسجد، وعندي هنا شكل الهلال والنجمة اللي غادي نعلقهم في يعني في الصور ديال هاد الفناء كما كتلاحظوا هنا على الصوره. وغادي بالطبع نولي نشعلهم وكيعطيو واحد الاناره. من بعد غتشوفوهم ملي نوصلهم بتيار الكهربائي. خديت هنا ايضا باش نفرش هاد الفناء. هنا كان عندي هاد يعني الاريكه ديال الحديد ودرت لها يعني فرش هذا المخاد ومجعش كيبسو. عندي هاد الطبلات هي ديال الحديد بواحد الشكل اللي مصاوب فيها واحد القله، هذا الله يرحمه واحد الحداد هو اللي كان صابها ليا، فبقات عندي محتفظه بها. في هذيك القله يعني كتعطيها واحد الطابع مغربي تقليدي. وهنا في الجانب درت هاد يعني هاد المريول الصغير، هذه كانت كوافوز فيها المجوره وبدلتها، بديت النجار حيت المجوره ودرت لها البيبان باش نملا شويه الفراغ. فرشت واحد الحصيره تاع البلاستيك اللي اللون تاعها مناسب، ودرت واحد المربعات تما علاش ندسو، ودرت بالطبع خديت الفوانيس المغربيه. الان كتلاحظوا في وقت المغرب، هذا كانت يعني ليله اول ايام رمضان، فبالتالي شعلت هذوك المصابيح الصغيره وايضا هاد النافوره، وبالتالي كتعطينا هاد الاضاءه الجميله ونسمع يعني صوت الماء وهو يتدفق. كنتمنى لكم رمضان كريم، والله يعيننا على صيامه وقيامه، والله يتقبل منا ومن جميع المسلمين، امين يا رب العالمين. وإلى فيديو آخر بإذن الله.